زار وفد من طلاب مبادرة فاليو من الأكاديمية الوطنية للتدريب قرية سدس الأمراء، وذلك بمركز بيبا بمحافظة بني سويف. شملت زيارة تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي افتتحها الرئيس السيسي خلال زيارته للمحافظة في مطلع الأسبوع الجاري. وشملت زيارة الميدانية للطلاب زيارة مجمع الخدمات الحكومي ومجمع المدارس ومركز طب الأسرة ونقطة الإطفاء والإسعاف. المشروعات اللي تم الانتهاء منها واللي تم افتتاحها في وجود وحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هنا على أرض سدس، وفي الحقيقة شافوا عظمة وعراقة المشروعات اللي تمت هنا على سدس بأيادي مصرية خالصة، وكمان شافوا المجمع الخدمي اللي هو يعتبر أيقونة حياة كريمة اللي بيشمل مركز تكنولوجي ومكتب بريد ومكتب تموين وشارع عقاري وسجل مدني وكمان مقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس الشعبي المحلي. شافوا قد إيه هنا المشروعات اللي هي زي المركز الطب الأسرة طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، في نقطة شرطة موجودة، في نقطة إسعاف. النهاردة إحنا في مبادرات حياة كريمة في قرية سدس ببني سويف، وحقيقي احنا منبهرين بانجاز اللي عمله سياده الرئيس وعملته حياه كريمه في مؤسسه عظيمه زي ديت. احنا فعلا ممتنين ومنبهرين. شايف المجمع السكني هنا والمدارس والخدمه السكنيه ومجمع خدمات المواطنين حاجه على اكمل وجه. انا شايف اللي كل حاجه هنا منظمه وكل حاجه زي حاجه جميله جدا. الصراحه انا مبهور جدا، ما كنتش متوقع ان انا ممكن اشوف الجمال ده في قريه. مركز الخدمات ومجمع والمدارس كل دي كانت على أعلى مستوى، تجهيز مدينة مش تجهيز قرية، وكمان أنا شفت أن الناس هنا تتعامل معنا أحسن معاملة.